بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم متابعي الكرام. الكثير من الأسئلة والاستفسارات تصلني من المتابعين بأنه محتاج مثلا كتاب بصيغة البي دي اف بشكل مجاني. ما هو الموقع اللي ممكن أنه أستخدمه بحيث أنه أنا أقدر أنزل هذا الكتاب بدون ما أنه أدفع أي مبالغ؟ راح أعطيك طريقة ممكن تساعدك بشكل كبير جدا، تقريبا انه اكثر من 99% ممكن انه تنزل لك هذا الكتاب اللي تريده وبصيغة البي دي اف ومن باستخدام جوجل. تفتح الصفحة هذه مال جوجل، تكتب الكتاب اللي تريده، يعني مثلا خلي افترض انه اكتب Electrical Circuit Analysis Circuit Analysis، بعدها تكتب هذه العبارة اللي موجودة قدامها دوك تايب نقطتين بي دي اف، اوكي انقر عليها. بعد ما انه تطلع لي الصفحة هذه، اخذ طبعا تشوف تطلع لي مجموعة من الخيارات، خلي ابدي اخذ الخيار الاول. زين اخذ الخيار الثاني، طبعا هذه الخيارات كلها تبدأ بالخيار الاول، اغلبها راح تعطيك اياه فري داون، يعني تنزلها بشكل مجاني يعني، لكن اخذ الخيار اللي هو يناسبك على ضوء الكتاب اللي تريده، على ضوء لان يعني مرات يعطيك ينزل لك الخيارات المشابهه للخيار اللي لك. يعني انا مثلا هذا الكتاب هذه، فانا اريد مثلا يعطيني هنا خيارات مشابهه، تقول له مثلا اذا تريد الاكزاكت مشابه او تريد تماما الكتاب اللي تبحث عنه تعطيه هذا الخيار، تنقر عليه تقول له اكزاكت ماتش، فقط انه اريد الكتاب اللي اريده. واذا لا هو راح يعطيك هنا الكتب المشابهه للكتاب اللي تريده، يعني مثلا هذه هنا انترودكشن تو الكتريك سيركت اناليسيس، احنا ما كتبناه، كتبنا انه الكتريك سيركت اناليسيس، اعطاني البيسك الكتريك انجينيرنج، البيسك انجينيرنج سيركت اناليسيس، الشومز اوت لاين اوف الكتريك سيركت، هي كلها تقدر تنزلها بشكل مجاني. زين الخيار الثاني اللي احنا مثلا نزلناه اللي هو هذا الكتريكال سيركت اناليسيس 1 تكست بوك بي دي اف فري داونلود، تقدر تنزله بشكل مجاني هذا الكتاب اللي تريده. زين خلي ارجع للخيار الاول، مثلا انا قلت انه الكتاب اللي احتاجه هو هذا فرضا، اوكي، او هذا الانترودكشن، خلي اخذ الكتاب اللي احتاجه. هذه هنا سلسله شوم، هو سلسله تعليميه وسلسله معروفه، اوكي، هذه شومز اوتلاين اوف الكتريك سيركت، اقول له داونلود. انتظر هنا الى انه يسوي عملية سكان على الكتاب، يسوي عملية تشيكينج. زين بعدها قال انه اعطيني اياه داونلود بي دي اف، حمل، نزل الكتاب هنا، هذه جاي يبدي التنزيل مالته بصيغة البي دي اف، فبالتالي انه انتظر التحميل مالت الكتاب، وانه افتح الملف راح اتاكد انه هذا الكتاب هو عباره عن الكتاب المطلوب اللي انا ابحث عنه. اي كتاب تريده، اي كتاب، مجرد ما انه تكتب اسم الكتاب بالصيغه اللي ذكرت لك اياها، انه تكتب اسم الكتاب اللي تريده، بعدها هذه العباره، اهم شيء انه تذكر هذه العباره دوك تايب النقطتين بعدها البي دي اف، وتعطي عمليه السيرش، تاخذ الخيار الاول. زين من تنقر الخيار الاول راح تطلع لك هذه الصفحه اللي احنا هسه شغلناها، تعطي انه عمليه داونلود، راح يسوي عمليه سكان، بعد ما يكمل لك عمليه السكان راح ينزل لك اياه، تطلع لك هذه العباره اللي هنا داونلود بي دي اف، تنقر عليها راح يبدي ينزل مثل ما جاي يصير عندي هسه اللي هنا. فقط هسه خلي يكمل التنزيل، طبعا انه ضعيف، خلي يكمل اللي هنا التنزيل حتى نفتح الفايل ونتاكد انه هل الملف نزل بصيغه البي دي اف او لا. هذه الطريقه هي مفيده لكل التخصصات، يعني مو فقط التخصصات الهندسيه، اي تخصص تريده، تخصص انساني، تخصص علمي، لكل التخصصات هذه الطريقه هي مناسبه. حقيقه ما جربتها على الكتب باللغه العربيه، لكن على اعتبار انه احنا دائما ما نتعامل مع الكتب باللغه الانجليزيه، فهي كل الكتب اللي احتاجها باللغه الانجليزيه يقدر انه ينزل اياها بهذه الطريقه. اللغه العربيه ما مجربها، لجماعه التخصصات اللغه العربيه يقدر انه يتاكد بنفسه. طيب هسه كمل تنزيل مالت الملف، خلينا نفتح الملف ونشوف انه هل نزل بصيغه البي دي اف او لا. فعندي هسه هذه، انقر عليها،
راح يفتح لي الملف، اتاكد من عنده انه هل هو هذا الكتاب اللي اريده بصيغه البي دي اف او لا. ففتح لي اياه سوى لنا الكتاب اللي انا نزلته. الكتاب ضمن سلسله شوم، هذا الكتاب نزل بصيغه البي دي اف. اوكي، وطبعا هذا الكتاب واحد من الكتب اللي نعتمد عليهم في تدريس ماده اسس تحليل الدوائر الكهربائيه او الدوائر الكهربائيه. نزل الكتاب بشكل مجاني، هذا الكتاب هو مفيد جدا ويحتوي على الكثير من الأسئلة. جماعة المرحلة الأولى، طلاب المرحلة الأولى بالأقسام الهندسية، كل الأقسام الهندسية اللي يدرسون تحليل دوائر التيار الكهربائي، هذا الكتاب مفيد لهم يقدرون يعتمدون عليه. فمثل ما نلاحظ هسه اللي هنا، خلي أكبر لك هذه. أوكي، هذا الكتاب نزل عندي بصيغة البي دي اف، للعلم إنه هذا الكتاب غير مجاني، لكن تقدر تنزله بهذه الطريقة. فبالتالي صار عندك واضح هسه طريقة ممكن تساعدك بأنه تنزل أي كتاب ممكن انه تريده بصيغة البي دي اف، وتتجاوز قضية انه دفع المبالغ او استخدام مواقع لازم انه تدفع بها اشتراكات حتى تحصل على الكتب او المصادر. مو فقط الكتب تقدر تنزلها باستخدام هذه الطريقة، اي ملف تحتاج انه تنزله بصيغة البي دي اف تقدر انه تكتب اسم الملف او الموضوع اللي تريده، وانه يعني خلينا نقول انه تستخدم هذه الطريقة لتنزيل هذا الكتاب. قد انه مثلا طالب ثاني يحتاج مثلا انه موضوع بالرياضيات، راح اغير هذا اسم الكتاب، مثلا نكتب كتاب اللي هو كال كو بلس، خلينا ناخذ انترودكشن، انترو Introduction to Fourier Transform. اوكي، مثلا احتاجيت موضوع Fourier Transform، خلي اخذ هذه نزل تحت الصفحه مالتي اللي هنا، خلي اشيك هل انه راح ينزل لي او لا. نزل لي مباشره، نزل لي بشكل مباشر للي انا اريده، الموضوع اللي تريده. فبالتالي اي موضوع في بالك يعني ممكن انه تحتاجه في سلسلة فوريير، صيغة أي موضوع، لابلاس أي موضوع بشكل عام، أي موضوع تحتاجه تقدر إنه تستخدم هذه الطريقة، راح تضمن إنه ينزل لك إياها بشكل مباشر. الملف اللي تريده راح ينزل لك بشكل مباشر بصيغة البي دي اف. وبالتالي يعني حتى إنه تتجاوز بعض الأحيان تنزل الصيغ، مرات ينزل الملف بصيغة صورة ايمج، وتحتاج إنه برامج حتى تحوله إلى صيغة البي دي اف، وقد تتعقد المسألة عليك. لكن باستخدام هذه الطريقة مجربها أنا، يعني شايفها أنه تعطيني الملف اللي أريده بصيغة البي دي اف، والتعامل وياه يكون سهل. فبالتالي ما أحتاج إلى أي برامج تحويل ثانية، ما أحتاج إلى أنه أرجع للملف اللي عندي وأحوله إلى صيغة ثانية، وأحتاج برنامج. هذه طريقة مباشرة تقدر تستخدمها، وأنه تنزل أي برنامج، أي عفوا أي كتاب أو أي ملف. صيغة ثانية، أو خلينا نقول إنه غالبا ما إنه أعطي معلومة للطالب إذا كان مثلا هو مهتم بإنزال نماذج أسئلة امتحانية، أسئلة خلينا نقول إنه متعلقة بموضوع معين، كل ما هنالك إنه يكتب اسم الموضوع. يعني مثلا إنه إذا أريد أسئلة متعلقة مثلا بكيرشوف فرضا، كيرش أوف لو مثلا، أكتب هنا دوك تايب زين نقطتين بي دي اف، مباشرة راح يعطيني اياها. هسه هذه نزلت لي بصيغة البي دي اف، هذه من اكاديمية، انقر عليها راح يعطيني مجموعة من النماذج، هذه من نفس الكلام انقر عليها راح يعطيني مجموعة من النماذج المتعلقة بالموضوع اللي انا ابحث عنه بشكل مباشر بصيغة البي دي اف، بدون ما انه هسه هذه هنا قايل لي كيرشوف لو، هذه هنا عندك تريد تقرأ او تريد مثلا تسوي عملية داوت لود مباشر، انتقل لهنا، هذه هنا نفس الكلام هو متعلق بالموضوع، هذا على اللي قبل شوية فتحناه. فهنا اقدر انه مثلا اسوي عملية داوت لود، هذه هنا طبعا تقدر عن طريق داوت لود باستخدام حساب الجوجل اللي انت اصلا فاتحه، فتقدر ينزل لك اياهم بشكل مباشر.
اوكي، فصار معلوم انه هذه الطريقة هسه عندك طريقة واضحة ومباشرة لتنزيل اي ملف اي كتاب، مجرد ما تكتب اسم العنوان مالت الكتاب مالتك تريده متبوع بالكلمة دوك تايب نقطتين بي دي اف، راح ينزل لك الملف بصيغة البي دي اف.